إذن ننتقل لمدينة سليمانية لنشاهد معرض فوتوغرافي للمصور الصحفي ماجد محمد اللي ضم أكثر من 36 لوحة، طبعا نقلت واقع معاناة أهالي مدينة خانقين بسبب جفاف نهر الوند اللي صار لأكثر من 5 سنوات والتأثير السلبي على اقتصاد هذه المدينة. للتفاصيل أكثر نتابع حلقة. سليمانيا نرحب بكل مشاهدي ومتابعي برنامج أهل المدينة. تقينا اليوم عن أحد المعارض التي أقيمت في مدينة السليمانية. هذا المعرض يتكلم عن جفاف نهر الوند الموجود في قضاء خانقين واللي أثر على حياة الناس هناك. تعالينا نتعرف على التفاصيل. نلتقي بالصحفي والفوتوغراف ماجد محمد، راح يتكلم لنا عن المعرض. مرحبا استاذ ماجد. السلام. استاذ ماجد، بكم صوره شاركت وشلون جاتك الفكره في اقامه هذا المعرض؟ نعم، مشارك يعني المعرض يحوي على 36 صوره عن معاناه اهل الخانقين بسبب قطع نهر الوند منذ مده يقرب 6 سنوات. الماي ماكو ماي، فهذا القطع مأثر على الحياة، على الزراعة، على الحالة النفسية للأهالي. فبالكتابة حاولنا وكتبنا، بس كما لاحظت يعني كتجربة الصور، وكما يعرفون اللي يعملون بالصحافة الصور أكثر تأثير، فحاولنا نشتغل على الصور يعني، والحمد لله. إن شاء الله راح تقيم المعرض في مدن أخرى محافظات أخرى. فنيا نقيم المعرض مثلا بخانقين، مناطق مثلا بغداد، مناطق أخرى، لأن قضية المياه يعني قضية صارت، المناطق الإقليمية دول الجوار يقطعون المياه، وبصراحة لحد الآن أكو محاولات خجولة لمعالجة مشكلة المياه عموما. نعم. شو تحب الطالب وتوجه رسالة للحكومة؟ والله طالب الجهات المعنية، طالب الحكومة، قضية المياه يعني قضية حياة وموت المياه يعني، فاهتمام بالموضوع عبر الاتفاقيات، اكو اتفاقات دولية طبعا حول المياه، بلكو يحلون هذه المشاكل، خاصة مثلا كما تشوف المعرض نهر الوند يعني مأساة. اولا احنا كنقابه صحفي كردستان فرع سليمانيه ندعم كل عمل ابداعي، كل عمل ابداعي صحفي. ولما راينا الصور اللوحات التي ترونها الان على شكل صور السلايد اعجبنا بالمعرض وبالموضوع المعرض، لان عطش نهر هم عنوان صحفي جميل، هم موضوع انساني وطني قومي، لان النهر من انهر العراق تعرض الى تجفيف، نهر تعرض الى حمله اباده قاسيه ضد البيئة وضد المنطقة بشكل عام. لذلك دعمنا الفنان ماجد وقدمنا له كل التسهيلات، وأنتم ترون الآن بأن المعرض مليء بالمشاهدين وبالجماهير من كافة الأصناف وكافة الأنواع، من سواء من الصحفيين، من الفنانين، من عامة الناس. ولذلك نحن نشكر العمل الإبداعي أو نشكر العيون الصحفية للفنان الصحفي ماجد، لأنه اختار لقطات، بصراحة اختار لقطات جميلة، مكان استغراب الناس بشكل عام، والمعرض ذات إقبال جماهيري واسع. المعرض معرض بصراحة جيد، ومعرض يعبر عن حالة الجفاف التي أصابت نهر الوند في خانقين وتأثيرات هذا الجفاف على الزراعة وعلى الثروة الحيوانية وعلى الموارد البشرية التي موجودة في خانقين، ولهذه التأثيرات طبعا تأثيرات ضارة. والمعرض معرض معبر ويعبر عن ما يختلج في نفوس أي مواطن كردي سواء في خانقين أو في بقية المدن الكردستانية، و
هذا المعرض يدعو إلى حل مسألة الجفاف في خانقين بحد ذاته. يعني شفنا هذا المعرض اللي وثق يعني قضية مأساوية حقيقة. كل الصور هي مؤذية، ويعني موضوع النخل كلش أثر بي، موضوع أنه تبقى النخلة شامخة يعني كجذع لكن هي كأوراق ما موجودة أو سعف ما موجود، شيء مؤلم جدا أنه يكون إحنا بالعراق مفروض إحنا نوثق دائما الأشياء الإيجابية، لكن للأسف الظروف تحكم أحيانا أنه نوثق أشياء سلبية حتى الجيل اللي جاي يعرف شنو صار في هذا البلد.